بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم طلابي، طلاب الصف الخامس الابتدائي في قسم الدراسات الاجتماعية للصف الخامس، حياكم الله وبياكم. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. هنا معنا الوحدة الرابعة في درسنا الأول، الوحدة الرابعة نحن والبيئة، الدرس الأول الرعي الجائر، الجزء الثاني من صفحة 91 إلى صفحة 92. هذه التعليمات نحسبكم على خير، إلزم مكانك، ارفع يدك هكذا وانتبه للشرح جيدا. الأهداف، هيا بنا نرمي سهامنا حتى نرى كيف تصيب هذه الأهداف التي أمامنا. أن يذكر الطالب الأضرار الناتجة عن الرعي الجائر، أن يوضح الطالب طرق مكافحة الرعي الجائر. التهيئة، هيا بنا نستعين بالله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالمراعي الطبيعية؟ هي المناطق التي تنمو بها الحشائش بصورة طبيعية دون تدخل الإنسان، وترعى بها حيوانات مختلفة. وضح أهمية المراعي الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم، مصدر غذاء لتربية المواشي، توفر علافا رخيصة الثمن طوال العام، تتميز بتنوع الأعلاف والقيمة الغذائية العالية نسبيا للنباتات. إلى أي شيء تشير هذه الصور التي أمامنا؟ انظر إلى الصور جيدا، انظر إليها جيدا، وننظر إلى أي شيء تشير هذه الصور. نعم، لاحظ الصورة التالية، نفس الماضية التي توضح آثار الرعي الجائر على النباتات، وحاول أن تستنتج أضرار الرعي الجائر. انظر إلى هذه الصور، كيف ساد بها الجفاف، كيف أصبحت صحراوية، كيف انجرفت التربة. نعم، إذن هي التصحر وانجراف التربة واختفاء النباتات الصالحة لغذاء الحيوانات، هذا كله بأسباب الرعي الجائر. أكمل من أضرار الرعي الجائر، نعم، انجراف التربة. ما المقصود بالتصحر؟ ما المقصود بالتصحر؟ تحول المناطق المغطاة بالنبات الطبيعي الأخضر إلى صحراء قاحلة خالية من النباتات، أصبحت صحراوية. نعم، التقويم البنائي، ما الأضرار الناتجة عن الرعي الجائر؟ ما الأضرار الناتجة عن الرعي الجائر؟ التسحر وانجراف التربة، اختفاء النباتات الصالحة لغذاء الحيوانات، وبقاء النباتات الضارة. طيب، افتح كتاب مدرسي صفحة 92 وقم بقراءة طرق مكافحة الرعي الجائر، قراءة صامتة، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. نعم، ضع علامة صح أو خطأ. من طرق مكافحة الرعي الجائر إصدار القوانين التي تجرم الرعي الجائر. نعم، إذن إجابة صحيحة، صح. أكمل من طرق مكافحة الرعي الجائر إصدار القوانين وإنشاء المحميات للمحافظة على المراعي الطبيعية. هنا عدد طرق مكافحة الرعي الجائر، عدد طرق مكافحة الرعي الجائر. ننظر هنا، واحد إصدار القوانين التي تحظر الرعي الجائر، لا رعي للجائر، إنشاء المحميات الطبيعية للمحافظة على المراعي الطبيعية، تحديد مواسم للرعي، تحويل المخلفات الزراعية إلى نعم، هل تؤثر فيك عبارة إن الله يراك، أم كما تؤثر فيك عبارة المكان مراقب بالكاميرات؟ راجعوا أنفسكم، هذه نصيحة لي أولا لي أنا قبل أن تكون إلى أبنائي وطلابي. فمن خاف الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم في السر والعلانية. هذه هي القيمة التربوية معنا لهذا الأسبوع. نعم، طيب، هيا بنا يا أيها المعلم الصغير، اكتبها جيدا. هيا بنا نخرج أوراقنا كما نرى أمامنا. ما أهمية المراعي
المراعي الطبيعية. ما أهمية المراعي الطبيعية؟ نعم، مصدر غذاء لتربية الحيوان، توفر علافا رخيصة تتميز بالقيمة الغذائية العالية للنباتات. عدد أضرار الرعي الجائر. نعم، التصحر وانجراف التربة واختفاء النباتات الصالحة لغذاء الحيوانات وبقاء النباتات الضارة. أذكر طرق مكافحة مشكلة الرعي الجائر: إصدار القوانين، إنشاء المحميات، تحديد مواسم للرعي، تحويل المخلفات الزراعية إلى علف. انظر جيدا إلى هذه الطرق إلى مكافحة مشكلة الرعي الجائر. السؤال الرابع: متى يكون الرعي جائرا؟ متى يكون الرعي جائرا؟ هذا هي السؤال في نهاية الصفحة كم؟ 95. نعم، عندما يكون معدل نمو الحشائش في المراعي الطبيعية أقل من معدل استهلاك الحيوانات لهذه الحشائش. إذا النمو أقل من الاستهلاك فهذا يكون الرعي الجائر. إذا متى يكون الرعي جائرا؟ عندما يكون معدل نمو الحشائش في المراعي الطبيعية أقل من معدل استهلاك الحيوانات لهذه الحشائش. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم فهما وأن يرزقكم البصيرة في كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.